معيار معين لاستخدام يعني معيار لاستخدام الشبكات العصبية، وتوجد لدينا هذا الإمكانية أن تقنيات في المستقبل القريب في منظومة رعاية الصحة، مدير من الصين من جامعة تسينخوا بين يان ندعوه إلى المنصة إلى إلقاء الكلمة ليتفضل مشكورا. الموضوع البنى والتقنيات هي أساس المنظومة الذكية لرعاية الصحية. تفضلوا. نهاركم سعيد للجميع. اسمي بن يان، أنا من جامعة سينحوا. تعلمون أن هذا الجامعة هي مشهورة جدا في الصين، لكن في روسيا ليس لديه هذه الشهرة. أنا أتحدث عن منظومة ذكية في منظومة رعاية الصحة. اليوم أريد أتحدث عن تلك الأبحاث التي نقوم بها في مجال منظومة سينخوا. نحن نسموها this. ما يعني this؟ نحن سنذكر أربع مواضيع. أول موضوع ما يعني this؟ يعني منظومة رعاية الصحية، كيف نقوم ببنائها، كيف تعمل، وما هي مستقبل، ما هو مستقبلها. نبدأ من الجزء الأول. ما يعني this؟ يعني THIS. اوكي. جيد. جيد. كما تعرفوا ان الصحة جيدة هذا يعني كل شيء. هذا مهم جدا جدا. حتكون لدينا عمل جيد بالتواصل مع تركيا، كل امور تكون في البيت، لكن بدون الصحه جيده حياتنا تفقد معنا. ما نحن محتاجين اليه؟ ما هو يجب ان يتوفر لدينا؟ نريد يكون اي واحد الذي يرعي على صحتنا، يقوم برعاية على صحتنا. ونحن نريد أن يكون لدى ناس أن فرص لتحصيل مثل هذه المساعدات. هذا الموضوع معقد جدا جدا. الصحة هذا جملة من العناصر، بيئة والمواد الغذائية، ووجود هناك المؤثرات التي تؤثر على صحة الإنسان. كيف ممكن نحن سنقوم بإنشاء المنظومة التي ستتحكم على هذه العناصر وترد الفعل على التحديات؟ قبل كل شيء، ما هي بارامترات، ما هي مؤشرات يجب دراستها أو نراقب عليها لكي نقوم برعاية الصحة؟ كيف نقوم بتحليل هذه البيانات وكيف نتحكم فيها؟ يعني العموم يوجد هناك الكثير من المصطلحات الطبية ولديها يعني تعيين معين، لكن بالنسبة للصحة لا توجد هناك تعريف. ما مفهوم تاريخ الإنسان، تعريف صحة الإنسان، يعني قد يبدو إن من أول لابد أن نتفهم ما يعني كلمة صحة الإنسان. بالإضافة لذلك يعني مصادر طبية محدودة، لكن مع ذلك هناك متطلبات في مجال رعاية الصحة، متطلبات واسعة كبيرة. في الصين مثلا 2.5 doctors and 3.14 nurses for 1,000 حوالي
3.5 من ممرضات و 6 و 2.5 طبيب لكل ساكن في الصين و 6 سرير في المستشفيات. في الصين هناك 260 مليون لسكان كبار الصين، ومنهم المعوقات مثلا تعدادهم 86 مليون، وكل سنة يتم تخريج 230 مليون مريض. وهناك عدد كبير من برامترات ومؤشرات ومتطلبات، ولتسديد لابد من توفر المصادر والمراجع الطبية نملكها في الوقت الحاضر. نعم، نحن نتصرف بمفاهيم الطبية مختلفة، لكن هل يوجد لدينا تفاهم موحد عن موضوع النقاش؟ كما كيف نحن سنناقش؟ لا توجد لدينا لسان واحد المشترك لكي ندرك جملة المفاهيم، وما زالك يرتبط مشاكل لتبادل بالمعلومات بالمعارف، ومشكلة الدفاع أو حماية هذه البيانات، وهذه المعلومات موجودة في العالم كلها. حاليا ننتقل إلى منظومة الذكية الموضوع في سينغوا. موضوع نريد أن نبني مثل هذه المنظومة بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومن أجل توسيع آلات وآليات متوفرة والسايت، وبحيث هذه المنظومات الذكية كان بإمكانها تنقل معلومات إلى الأطباء، إلى المرضى وإلى أقرباء المرضى، وبطريقة وبذلك سيتزايد قدرات الإنسان أن تتحكم في صحة الإنسان نفسه. وأول اختبار الأول لهذا المنظومة حدث في المستشفى قريبة من جامعة سينغوا. نحن شغلنا الخدمات المختلفة من وزارة الصحة، وحاولنا أن نطبق مثل هذه المنظومة. يعني مرضى وأقربائهم يتمكنوا من استخدام مثل هذه الآلات الذكية لكي يتابعوا على مؤشرات الصحة ولتحكموا في مؤشرات الصحة. أفراد العائلات أيضا يتمكنوا من ذلك كما ذكرت. بالإضافة إلى ذلك توجد هناك منظومة الدعم معتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم المساعدة للمريض. كما ممكن أن نصل إلى مركز الخدمات ومرتبط مع مستشفى مركزية، أي إنسان يأتي إلى هذا المركز وهناك بإمكانه أن يتحصل الخدمات عالية الجودة مماثلة في مستشفى المركزية. يعني في الفارة أو من الأخرى، مثلا فارة إقليمي هو سيزور مثلا هذا، بعدين ممكن يرجع إلى البيت ويواصل أن يتابع على مؤشرات مرتبطة بصحة الإنسان. نعم، نستطيع أن ندخل هذه الشبكة وزارة الصحة رعاية الصحة لتحصيل على المساعدات، ونستطيع أن ننقل المعلومات المعقدة إلى طبيب مشترك في المعالجة أو في العلاج. نحن نستخدم هذه الشبكة للترابط بين المؤسسات المختلفة والفروع المختلفة أقسام المختلفة، وكذلك نحن ندخل هناك الموردين لخدمات
لخدمات الطبيب إذن بحيث تكون هذه الشبكة متكاملة التي تسمح باستخدام من خدمات الطبية. أنت ممكن تحصل هذه الخدمات الطبية أو ممكن ترفضها. بهذه الشكل نحن قمنا بمحاولة تسديد نقصان في الكوادر. لدينا عدد كبير من موارد المعلومات في المستشفيات المركزية والمستشفيات في الأقاليم، وهناك المواطنون الذين أيضا يقومون بصنع المعلومات أو البيانات. نحن نضع هذه البيانات في منصة ذكية للمعلومات الصحية الطبية الذكية، وفيها معايير قياسية موحدة، وذلك لكي تكون هذه البيانات كلها موحدة وذات جودة عالية وتصل إلى المستشفيات بعد العلاج. I don't know why. لا أعرف لماذا يتم نقل هذه الشرائح. Is our حسنا، أردت أن أريكم كيف هو شكل خريطة الخدمات. نحن كنا نغطي بهذه الشبكة الملايين من المواطنين. الشريحة التالية من فضلكم. إذن كيف نبني THIS؟ هناك عدد كبير من النقاط المرتبطة بهذه المنظومة. نحن طورنا مقاييس معيارية جديدة ونستخدمها لاستخدام مثل هذه النقاط. الخطوة الثانية هي بناء منظومة الدعم. لدينا خدمات شبكية وشبكات للحفاظ على المعلومات والذكاء الاصطناعي، ولدينا أيضا مقياس عملياتي. نحن ننشئ منظومة رقمية الانتشار الواسع، وهناك محطات متخصصة، وهناك محطات لإعادة التأهيل، وهناك مثلا المستشفى في المنطقة مثل هذه الصورة ترون. ولدينا أيضا محطات متنقلة، أي أننا نضع في سيارة، نضع كل المعدات في سيارة وهي تقدم الخدمات الصحية بشكل متنقل، وحتى يمكن الدخول إلى متجر والحصول على مثلا إحدى الخدمات الصحية، ويمكنهم على سبيل المثال أن يراقبوا بعض المعايير الصحة أو مؤشرات الصحة، ونستخدم خدمات المستشفى الإنترنت، ونقدم خدمات أيضا الخروج. وإن إنشاء مثل هذه المحطات في منظومتنا، نقدم الخدمات التالية في هذه المحطات. لدينا الفحص الخارجي المادي، وهناك الإيكو، وهناك regional electronic health record system.
We have logs of the data from the central hospital. أنشأنا منظومة سجلات الصحية على المستوى الإقليمي. تنتقل من الإقليم إلى المستشفيات أو من المستشفى الإقليمية إلى المستشفيات الأكبر. ونحن لا نخلط البيانات فيما بينها. لدينا هناك مقياس معياري لتبادل تلك المعلومات، ولكننا نستخدم فقط النموذج لكي نقوم بالعمليات الحسابية ضمن هذه البيانات. ولدينا مثل هذه المنظومة لتأمين الرعاية الصحية. هذه شريحة مثيرة للاهتمام، تسمح لنا بفهم أنه بالنسبة لهذه المنظومة يجب هناك أن تكون لكي تفهم، يجب أن نعطيها معلومات لكي تتفهم. ومثلا تكنولوجيا التعرف على الوجوه، ولكن مثل هذه التكنولوجيا يمكن التسلل إليها، ولذلك فهناك منظومة تقنية معقدة أكثر تستطيع التعرف على الصوت، على صوت الإنسان. Lock into the hospital. For example, operation room. نحن نستخدم التعرف على الوجوه والتعرف على الصوت للدخول إلى غرفة العمليات وإلى غرفة الخوادم. كما نستخدم الذكاء الاصطناعي للطب عن بعد. للخدمات الطبية عن بعد يمكن أن نستخدم مثلا الفحص عن بعد والاستفسار عن بعد والاستشارة عن بعد، ويمكننا حتى التقديم. لا أعرف لماذا لا نرى الفيديو على في هذا العرض، ولكن إن هنا لدينا فيديو ديناميكي، وهو استخدام مثير للاهتمام في مستشفى صغيرة، ولديهم مثل هذه المنظومة، ولكن الأطباء لا يعرفون كيف يستخدمونها، ويجب علينا أن نفهم هل يوجد هناك علاقة في مثلا في الشريان، جلطة في الشريان النومي، ونستطيع أن نراقب ذلك ونظهر الفيديو. إذن أما المربع الأحمر يظهر لنا وجود مثل هذه الجلطة. ويمكن لمثل هذه التكنولوجيا أن تظهر لنا مثل هذه التكنولوجيا تستخدم في المستشفيات المعاصرة، وكل الأطباء الذين يستخدمون هذه المنظومة إنهم موجودون بالقرب. نعم، ويقول نعم أنا أرى أين المشكلة، ويقومون بفحص المريض عن بعد عن طريق هذه المنظومة. أما هذا فهي السماعة الذكية، سماعتنا الذكية، وهي أيضا تستطيع أن تعطي المعلومات بدقة للطبيب عن بعد أيضا. وتعطي المعلومات عن الرئتين وعن القلب، وإذا كانت هناك مشاكل فإننا نستطيع أن نظهر هذه المشاكل، ويستطيع الطبيب بناء على هذه المعلومات أن يأتي بقرار أو باستنتاج. مثلا يستطيع أن يرى هل هناك بلغم مثلا في الرئتين أم لا يوجد بلغم.
ونحن طورنا برامج مختلفة في دعم الذكاء الاصطناعي، ويستطيع الأطباء الداخليون استخدام هذه المنظومات الذكاء الاصطناعي، وذلك لأن يعكسوا كل هذه العمليات. هذه هي التكنولوجيا بالنسبة لمرضى السكري. فبالنسبة لمريض السكري يجب أن يراقب دائما، يعير اهتمام كبير لما يأكلون. نعم بالنسبة، ولكن هذه الإمكانية أيضا متاحة لجميع الناس. إنه مجال يعني في تطور مستمر. هناك ناس مرضى بالسكري يعرفون أنه لا يجب عليهم مثلا أن يأكلوا الشوكولا، ولكن لا يعرفون ما هي الرياضة التي يجب عليهم أن يمارسونها. بالنسبة مثلا، بالنسبة هناك مريض من مستشفى أخرى، ولدينا المعلومات عن المنظومة، ترينا المعلومات الصحية، وهذه التكنولوجيا تسمح لنا بمسح هذه المعلومات والحصول على المعلومات، وبعد ذلك بعد مسح تلك السجلات الصحية نقوم بتوليد استشارات. نقول مثلا للمريض عليك أن تسبح، يقول فيجيب المريض بأنني لا أجيد السباحة، ويقول الطبيب إنه لا يجيد السباحة، ولذلك فنعرض عليه شيئا آخر. تقوم المنظومة إذن لدينا هناك آلات حاسبة وحسابات وفيما بعد ذلك نحن سنقوم بإعداد الروشيتا لكي ينفذون التمارين المعينة، وعند ذلك لابد من تحصيل على المستحضرات الأكثر، أو إلى وهم سيحتاجون إلى أحسن الطعام، ونحن نعطي وصايا أو توصيات الخاصة بهذا المريض مثلا. خلال هذه الفترة نحن نقوم بإنشاء الفيديو بمشاركة الذكاء الاصطناعي، وهو يلعب دور مدير لكي هؤلاء الناس يقوموا بتمارين المذكورة، وذلك يتحدث بشكل أوتوماتيك. أنا لدينا مصادر طبية محدودة، ولذلك لابد من تأهيل الكوادر أكثر، إحصائيين الأكثر، ونحن حاولنا أن نقوم بحل هذه المشكلة عن طريق الآلة للتعليم للخبراء في مجال لتعليم الأطباء، وهذه الآلات وهذه الوسائط ستساعد في عمل الأطباء في مجال التحكم في عمليات الجارية في المستشفيات، وفي مؤشرات المرضى في داخل المستشفيات وخارجها. ومثلا رخص أو ما تخص بترخيص للأطباء، يعني أي دكتور هو يتحصل على الرخصة لممارسة نشاطه كدكتور كطبيب، ونحن نعطي له الآلات المختلفة بموجب اختصاصه. مثلا تلك الآلات التي تسمح له لإجراء المتابعة على البيانات وتقييم هذه البيانات حتى خارج المستشفى، وبوجوده خارج المستشفى يقوم بوضع الخطة ويتابع على كيفية إنجاز هذه الخطة.
مثل هذا البرنامج نحن سميناه حوز كيريا، يعني الرعايه يعني الصحه في المنازل تساعد لعمل الدكاتره والاطباء العاملين في المستشفيات. لكن نتيجه بان الانسان بوجود مثل هذه الالات هو يتحصل المعرفه الضروريه وبامكانه ان يقوم برعايه على الصحه لنفسه، ويمكن هو يتابع على صحته دون اللجوء الى مساعده الاطباء في المستشفيات. طبعا من اجل هذا المهنه لابد من وجود العدد كبير من المهارات. وكيف يتم تاهيل المواد المستخدمه اثناء التعليم؟ نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي الذي يشارك في ذلك، وهو يستخرج المعلومات والبيانات من الكتب، من المراجع الاخرى، المعلومات والمعرفة ضرورية، وبعدين يقوم بتنظيم هذه المعارف وترتيب هذه المعلومات، وفيما بعد يقدم على شكل فيديوهات التعليم. يمكن أن نعد مثل مواد المختلفة لمدة سنة وسنة ونص، لكن لابد لنا أن نصرف أوقات أوسع. محتاجين نحن إلى إخصائيين، إلى الخبراء، وإلى الأوقات التي ستساعدنا في تحديد ما هي مواد التعليم جيدة أو غير ملائمة. كما ذكرت، هذا فيديو يتم توليده بصورة أوتوماتيكية. على فكرة ذكرت عن الاستقراض الرقمي. نظرا نحن نسترشد ونتصرف على حجم كبير للبيانات، نحن نقوم بتوحيد هذه المعلومات لتصنيع شكل الرقمي للإنسان بهذا الشكل. نحن نستخرج العدد الكبير من البيانات من القوانات المختلفة، وبعد توحيد ومقارنة هذه البيانات نحن نتحصل على البيئة أو فضاء موحدة مع مؤشرات تدل على صحة الإنسان. ممكن نتابع على كيفية حالة الصحة، نتابع على المؤشرات واختبار هذه المؤشرات، ممكن نتابع على كيفية تقيد الإنسان بتدبيق هذه الخطط والتوصيات، وممكن نرى هنا كيف يحدث التغيير في صحة الإنسان. يوجد لدينا البيانات المختلفة من بقياسات المختلفة وبأنواع المختلفة، ومثلا بالنسبة لمريض سكري ومريض مصاب بالأمراض الأخرى مثلا. إذن بموجب هذه المؤشرات تكون هناك توصيات وروشتات متباينة، لكن الاحتياج لهذه المنظومة موجودة والتي تسمح لنا تحقيق الرد الفعل سريعا حتى بواسطة عربة الإسعاف. ونحن نقدم نحن آلات مصغرة المنقولة ومحمولة إذا كان هناك الاحتياج الكبير لتحصيل المساعدة السريعة استثنائية أمام الإنسان مثلا، أو ممكن يأتي إليهم دكتور الرقمي أو طبيب رقمي، وهذا الدكتور يقدم التوصيات لكي لا نفقد وقت مجانا. وغدرا. يعني هذا المنظومة موضوع بشكل خاص، وفي جامعة سينخوا الدكتور التي يقدم مساعدة الإسعاف الأولية ممكن القول. هو
لديه إمكانيات لكي يصلوا إلى مريض والذي قبل قدومه يطبق أو ينفذ توصيات الدكتور، وبعدين بواسطة آلة أخرى يتم إدخاله إلى عربة إسعاف، وكافة البيانات عن حالة الطبيب يكون متوفرة لدى الطبيب، والدكتور يمكن أن يستخدم سمارتفون أو نوتبوك أو حتى كمبيوتر لكي يراجع هذه البيانات ويتعرف بهذه المعلومات. وفيما بعد يقوم الطبيب باستنتاج القرار. هناك عدد كبير من القرارات الخاصة، بس مثل هذه المنظومة تسمح لنا أن نقتصد الوقت ونرسل مريض لإجراء عملية جراحية في أسرع وقت ممكن، وبعد إكمال معالجة المريض في مستشفى وخروجه منها. فيما بعد ممكن أن نستخدم هذا المنظومة الذكية ونتابع على كيفية رد الاعتبار لصحة هذا الإنسان. ذكرت أنه يوجد لدينا مستشفيات على 4 دواليب موجودة في داخل مثلا باصات، وفي داخل هذه الباصات نستطيع نحن نقوم بأبحاث ونقوم بتبادل معلومات بين المستشفيات. كذلك في هذا الباص ممكن مريض يستلم مساعدات الإسعاف السريع. نحن قدمنا ووفرنا مساعدة طبية، وفرنا هذه الوسائل المتنقلة. في سنوات 2021 نحن اشتركنا في معرض الدولي في الصين. وهذه المنظومات نالت المكافآت والجوائز العالية. والموضوع الآخر، في بدل الإنسان لدى الإنسان يكون هنا احتياج ذهاب إلى المستشفى إلى الصيدلية لشراء بعض العلاج الأدوية، والإنسان ممكن يتوجه إلى المحطة أو إلى نقطة لمنظومة ذكية، والطبيب هناك سيقوم بتفتيش بفحص يقوم باختبار، وحتى هو سيكتشف هناك مرض في قلبه، وحتى ممكن هو يستفسر من مساعده. لابد من وجود هناك يعني الفحص عميق أكثر، وبعد ذلك عربة إسعاف ممكن يتحصل المساعدة الطبية السرية ينقلوه المستشفى، وفيما بعد بواسطة هذه الباص ممكن نسموه كمستشفى المتنقلة ممكن نقوم به واجب الدوريات الطبية. هناك منظومة ذكية لعلاج الأمراض الملموسة. ما هي نجاحات قد توصلنا إليه؟ الإنسان يستطيع أن يخرج من المستشفى في وقت أقل مما يكون عليه في سابق. يعني 1,000,000 مريض ينزل في المستشفى لدينا، ويوجد لدينا 300,000 مريض الذين يتعالجون خارج المستشفيات، ونحن نتابع على كيفية علاجهم. يوجد لدينا منظومة التحكم الذكية على مؤشرات الصحة للمرضى بمرض السكري. الإنسان يستطيع أن يستخدم هذه المنظومة بغض النظر هو موجود في داخل مستشفى أو خارجها. نحن نستخدم هذه المنظومة
في عشرات المستشفيات في أربع مختلفة لجمهورية الصين الشعبية، وهناك مجال آخر لاستخدام مثلا الحوامل، الحوامل التي تحتاجنا إلى مدة معينة بعد الولادة بعد الإنجاب، محتاجين لبعض المدة. هم ممكن سيبقون يستخدمون يعني آلات متنقلة لدينا، وممكن هم يقوموا برد الاعتبار أو إعادة الصحة بوجودهم في منازلهم، وكافة المعلومات خلال هذه الأجهزة تنقل إلى المستشفى. في حالة حدوث أي شيء غير طبيعي سيتحقق الاتصال مع المريضة، و يعني 2000 من الحوامل قد استفادوا من هذه المنظومة في الصين. 8 years old boy, but a few. يوجد لدينا مثال. عند كان هناك نساء لديها ابن 8 سنوات، عمره 8 سنين. Yeah, we can see the evaluation report. هي استفادت من منظومة من منظوماتنا، ونحن تأكدنا بأن منظومة عملت بفعالية عالية جدا. كما توجد لدينا جهاز لمسح ثلاثي عباءات لقدم الإنسان، هذا مفيد جدا للمصابين بمرض السكري. يتم مسح أو قراءة معلومات من القدم، وهذه المعلومات تنقل إلى طبيب، وطبيب ممكن يعطي التوصيات ويصحح المعالجة إذا وجدنا هناك شيء من المشاكل. هذا المسح ثلاثي أبعاد يستطيع أن يكتشف هذه المشكلة. لدى مرضى في المستشفى هناك الكثير من الحلول، حلول رقمية ولدى مرضى، ونحن قمنا بإعداد بتصنيع منظومة متنقلة المسخرة والمعدات التي تستخدم هناك للعلاج، يمكن وضعها في داخل الكيس. وهذا المثال مع مريض، انظروا هذا المريض يعني يمنعه لا تتحرك مشلولة. والمشكلة في مع الإمساك يمكن حلها بيوم واحد فقط، وخلع المفصل في الركبة، مفصل الركبة أيضا يمكن حلها بشكل سريع جدا بفضل معداتنا. إن مستشفانا المتنقلة والمزودة بمنظوماتنا وبالحلول الرقمية، ها نحن نقدم الخدمات الصحية لسكان القرى، ويحصل في اليوم الواحد أكثر من 100 شخص على الخدمات الصحية، وهم كثيرون معجبون بجودة خدماتنا. إننا نعمل مع حكومة الصين ونقوم بنشر وترويج بقانون يسمح لجميع الناس وبما فيهم المعاقين. نحن نريد استخدام معلوماتنا التي باستطاعتها مساعدة الأطباء في المستشفيات لكي يقوموا بكتابة روشتات وصفات هنا صورة بالنسبة لمرضى السكري. نقوم بمسح
وبإعطاء الجلوكوز الذي يستخدمها مرضى السكري. وفي النتيجة فإن الذكاء الاصطناعي يسمح لنا بأن نقوم بأكثر مما نستطيع الآن، وهو بإدارة الصحة، إدارة الرعاية الصحية. لدينا القليل، لدينا الموارد القليلة جدا في هذا المجال، ولكن الذكاء الاصطناعي وبمساعدة الإنسان يستطيعون أن يرفعوا من مستوى الرعاية الصحية. وأعتقد أن الذكاء الاصطناعي هنا الذي هو الذي سيحدد مستقبلنا. وشكرا لكم السيد بنيان، شكرا جزيلا لكم على هذه الملاحظات الهامة جدا وعلى العرض المثير للاهتمام. هناك سؤالان. السؤال الأول، كيف تقيم آفاق استخدام الاستباقي، الطب الاستباقي من ناحية الذكاء الاصطناعي، أو الطب الوقائي في باراديغما الذكاء الاصطناعي؟ ما هي توقعاتكم؟ Because it's a very difficult word for me. Okay. Yeah. عفوا لم أفهم. حسنا. إنها كلمة صعبة بالنسبة لي، ولكنني فهمت. انظر. إن آخر اتجاه في منظومة إدارة الصحة التي لدينا هي الوقاية، وقاية الأمراض. يجب علينا أن نعرف الأسباب الحقيقية لتلك الأمراض وتلك، وبعد ذلك الوقاية منها. وهناك مثال، عرضت عليكم كيف نعمل مع مرضى السكري. وبالنسبة لهؤلاء المرضى فإن الضغط على قدمهم نقوم ب تقييم ذلك، وإذا كان ذلك الضغط ليس متوازنا في إحدى النقاط، وإذا كان هناك الضغط فقط على إحدى أجزاء القدم، فإننا نفهم بأن هناك التالي، يحصل التالي، بأن هذه الأجزاء من القدم ستكون ستتعرض في المستقبل للاهتراء، وقد يضيع قدمه لقد يتعرض، ولذلك فمن الأفضل بأن نعمل على الطب الوقائي لكي لا نقع في مثل هذه الحالة. الرياضة، الكل يقولون بأن الرياضة مهمة، الرياضة مفيدة، ولكن الرياضة يجب أن تكون متوازنة أيضا، يعني معتدلة. إذا لم تكن معتدلا في رياضتك فستحدث ضرر لجسمك. وهنا فباستطاعة الذكاء الاصطناعي بأن يعطيك الجرعة اللازمة من نعم. الوقاية هامة جدا. السؤال التالي، سينخوا والذكاء الاصطناعي لسينخوا، كيف يستخدم لتحديد الأمراض، وكيف يستخدم في علاج الأطباء؟ نعم، إنه سؤال جيد جدا، وهناك الكثير جدا من الشركات ومعاهد البحوث التي تعمل على هذا الموضوع. حدثتكم عن البنية التحتية، وهناك الكثير من هناك ستيك كبير جدا من التكنولوجيات التي تتعامل المرتبطة ببعضها البعض. وفيما يتعلق بمرضى السكري فإننا نراقب مؤشراتهم ونستخدم معدات مختلفة، وإن هذه المعدات
تقدم من طرف شركات مختلفة. أما الآن فنحاول أن يعني أن نحقق معايير موحدة لتلك، وذلك لتوحيد كل ذلك في منظومة واحدة مبنية على مقياس معيار قياسي واحد. For all the guys they want to involve in this liver diseases, they تستخدم معدات مختلفة لتبادل المعلومات في أمراض مختلفة، أنواع مختلفة من الأمراض، وهذا يشكل أساسا. أساسا وقاعدة. وأنا أدعو الشركات الروسية والمعاهد معاهد الأبحاث الروسية للمشاركة في جميع دورة الرعاية الصحية، بدءا من الوقاية إلى الإسعاف إلى السكرينينج، وبعد ذلك العلاج السريري، وبعد ذلك توحيد ذلك في دورة كاملة متكاملة. وهذا هو ما نعمل عليه، وأتمنى بأن يشاركونا أن يشاركنا الجميع في ذلك. شكرا جزيلا على هذا العرض المفيد، وشكرا على حصلنا على معلومات مفيدة جدا في هذا المجال. أنتم ترون أن هناك المعايير القياسية هامة للجميع، ونحن في AIJ. والآن مباشرة تستطيعون رؤية كيف وبفضل 3 مواضيع تغيرت الصالة. انظروا إلى الطرف اليساري من الصالة، ترون جرافيتي للفنان ميشا. وما هي الكلمات التي استخدمتها عندما قمت بتركيب هذا المنظر؟ نعم، يعني استخدمت صور فنان رقمي، إنها شبكات عصبية وتشفير ومستشفيات. ومثلا كان لدي حوالي 40 برومت لصور المستشفيات. الشمس، نعم، استخدام كبير للذكاء الاصطناعي في الطب، واستخدام ويؤثر ذلك على صحتنا، ويعني يبدو وكأنه يرسلنا إلى جولة في المستقبل، ولكننا نريد أن نرى يعني الصورة النهائية التي ستحلق جميع الصالة. نتركك إلى وقت، أما نحن فنستمر في عمل. ونحن نشكر للمشاركة شركائنا، وهي الخطوط الحديدية الروسية، والشريك العام مجموعة سامالوت، والصندوق الاستثمارات المباشرة، وشركة أورالخيم، ومجموعة شركات روس أغرو، وأيضا لشريكنا تينكوف. ومرة أخرى أريد أن أذكر بأن تلك اللوحات أو التي ترونها الآن، إنها كلها مشكلة عن طريق الذكاء الاصطناعي، والموسيقى التي نسمعها أيضا أنشئت من الذكاء الاصطناعي. وسنراكم بعد 15 دقيقة. الآن فرصة.